بسم الله الرحمن الرحيم. جيرياتريك هيلث باي بروفيسور سعاد شرقاوي. المحاضرة دي هتشمل كذا ايتيمز، منها introduction, definition of terms, classification of the aging population, physiological and psychological changes، ايه هي الكاركترستيك اوف هيلثي اولدر ادلت، ايه هم المشاكل الصحيه اللي بيتعرض لها المسنين، ايه هي الخدمات الصحيه اللي بنقدمها للمسنين، وكمان رول اوف جيرونتولوجيكال. انترودكشن: The process of aging begin from the day we are born. بيقول ان عملية العمر دي بتبدأ من ساعة الولادة بتاعة الشخص. كمان ان التوتال بوبوليشن للمسنين في 2020 وصلوا 1 بليون في على مستوى العالم، وفي مصر متوقع ان احنا يوصلوا المسنين عددهم ل 11.2 مليون في سنة 2020. Definition of terms: يعني ايه كلمة older؟ older دي معناها the elderly has been described as person or people who are 65 years of age or older. يبقى الشخص اللي هو سنه اكتر من عند ال 65 سنة او اكتر، ده اسمه older. Geriatrics معناها ايه؟ دي كلمة اجريجية ودي معناها old age. Geriatric is a branch of medicine that deal with the disease and the problems of old age. ده عبارة عن قسم من الطب، ده بيتعامل مع ايه وبيعرفنا ايه هي الامراض وايه هي المشاكل الصحية اللي بيعاني منها ال old age. Aging, it is a term applied to changes that occur to human at every phase of life. معناها دي ايه هي التغيرات اللي بتحصل للإنسان أثناء مراحل حياته. Gerontological nurse: This specialty of nursing involves planning and implementing health care and services to meet the identified need and evaluating the effectiveness of such care. يبقى ده عبارة عن ايه؟ ده تمريض متخصص في ايه؟ في ان انا بعمل بلان و implement health care services للناس المسنين دول علشان نعرف ايه هي النيدز بتاعتهم وازاي اعرف اقيم ايه هي الكير اللي انا اديته لهم. effectiveness of such cares. classification of the aging population: تقسيمة ال aging population العمر ده بيتقسم ازاي؟ في عندي ال old age، ده اسمه ايه؟ من بيتكون من 60 سنة ل 74 سنة، ده بيسموه young old، يعني كبير في السن بس ايه young. age 75 to 84 years is middle old. يبقى انا عندي التقسيمة بتاعتي من 60 ل 74 ده young old، من 75 ل 84 middle old، أكتر من 85 and older يعني أكتر من 85 ده بيسموه old old. physiological changes: إيه هي المراحل التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل مع السن؟ في عندي external changes وفي sensory changes وفي internal changes. الاكسترنال حاجات اللي ظاهره على البني على الشخص المسن، الخارجيه وخاصه في الانتجومنتري changes اللي هي ايه هي عوامل السن على الجلد، الجلد والبشره والشعر، ان هو يبيض والبشره بتاعته والجلد يبقى لونه متغير، الصبغه بتاعته بتدكنه شويه، ان يبقى في كرمشه في الجلد، دي اسمها external change. من اول ما ابص لشكله اشوف ده اقول ده ايه ده elderly. تاني حاجه السنسوري تشينجز، التغيرات في ايه في الحواس بتاعتي. اول حاجه بالنسبه للتاتش اللي هو ايه اللمس، بيقول لك ان السكين thin and loss نيرف سيلز، يبقى هنا الجلد بتاع الناس المسنين بيبقى رقيق والنيرف سيل بتاعته بيبقى ايه فاقدها، علشان كده لما هو مسك حاجه سخنه او بارده ممكن ما يحسهاش، ما يقدرش يفرق من الحاجه السخنه والبارده. التيست اللي هي التذوق، عندنا احنا اللسان ده بيتكون من على الوش كده فيه زي حبوب صغيره، الحبوب دي بنسميها ايه تيست بادز.
التيستي بادز دي بيقول لك ان هي مع السن بتقل الحبيبات دي، ومن اول سن ايه 50 and 80 years old will have lost 64% of those taste buds. يبقى هنا عند من اول سن الخمسين ان عدد الحبيبات اللي هي بتاعت التذوق اللي موجودة على اللسان بتبدأ تقل، مع سن الثمانين بيبقى بيقول لك ان 64% من الناس بيبقى ايه بيحصل لهم ان التيست بادز دي ايه بتخف خالص. عشان كده تقول لك المسن ما يعرفش يتذوق، يعني تقدمي له الاكل لو هو مالح زيادة ممكن هو ما ياخدش باله، او هو عدم ناقص ملح يقول لك ايه ده الملح بتاعه زيادة، نتيجة ايه ان التيست بادز دي اختفت او قلت في عددها، فالتذوق عنده ايه بيتأثر. السميل، حاسة الشم برضو، ما بيقول كانوت سميل توست بيرنينج لوس اوف سميل جاز ابليانس. ابليانس اللي هي ايه اسطوانات الجاز، يعني ريحه الغاز ما يقدرش يشمها كويس، لو في ريحه حريقه او كده ما يقدرش يشمها لان حاسه الشم ضعفت عنده. رابع حاسه اللي هي الفيجن، الرؤيه، في تشينجز في الرؤيه، في الرؤيه بتاعته بيحصل في بروبلم ريدنج سمول برينت، يعني لو الخط صغير ما بيبقاش عارف يشوفه. seeing object at a distance برضو ممكن يشوف حاجات لو هي بعيدة أو قريبة ما بقاش مش عارف يفرق. decrease in night vision لو هو بالليل الرؤية بتاعته برضو بتقل. increase sensitivity to glare، glare اللي هي الأضواء الزاهية المبهجة زيادة ممكن يبقى ايه حساس ليها، يقول لك ايه اخفض النور، وطي النور شوية أو اطفيه لأن هو بيبقى حساس للإضاءة الزاهية. ممكن يحصل له كاتاراكت ميه بيضاء، جلوكوما يعني ميه زرق. الهيرنج اللي هو السمع، الهيرنج هيحصل فيه ايه؟ لوس يوجوالي جرادولي، يعني بيبقى بيفقد في الهيرنج بجرادولي بالتدريج. بيرسون مي سبيك لاودر ذان يوجوال، تلاقيه هو صوته بيبقى نبره صوته اعلى شويه. ask for a word to be repeated، يقول لك ايه ها كرر الكلمه انت كنت بتقولي ايه. not hear high frequency sound لو في اصوات عاليه ومتكرره ممكن ما يسمعهاش. may not hear well in crowded place لو في مكان زحمه برضو ما بيسمعش. يبقى احنا كده اتكلمنا على الاكسترنال، قلنا الانتجومنتري سيستم اللي هو الجهاز الجلد الخارجي، التغيرات اللي بتحصل فيه. تاني حاجه اللي هي السنسوري تشينجز اللي هي التغيرات ايه في الحواس الخمسه. تالت حاجة اللي هي نمبر سي internal change الأعضاء الداخلية، هنمسكهم سيستم سيستم. أول حاجة الكارديو فاسكولار تشينج اللي هو الجهاز الدوري أو القلب، هيحصل فيه إيه؟ إن decrease size and strength and as it pump less، بيقول لك إن المسلز بتاعت العضلة القلب هتحصل لها الحجم بتاعها بيقل، والبامز ضخ الدم فيها بيبقى إيه قليل. The amount of blood flow throughout the body is slow. يبقى كمية الدم اللي بتبقى بتضخ في القلب بتكون ايه قليلة، وده بيؤدي الى ايه cause chest pain and shortness of breath، يبقى نفسه بيبقى قصير وينهج. Person ages atherosclerosis، كلنا نسمع ان المسنين مرتبطين بايه بتصلب الشرايين، وده بيؤدي الى ايه increase predisposing them to possible rupture of the vessels. arterial circulation to the organ including the brain and the kidney is diminished، يعني كمية الدم اللي بيضخ الارتريز اللي هو الشرايين بيقول لك ان هي ايه بتقل شوية. كمان الاورطة begin to shrink and lose some of its elasticity اللي هي المرونة بتاعته، وان هو بيكسر شوية. respiratory changes تغيرات في الجهاز التنفسي، بيقول لك ان مع الايجنج the lung tissue and the wall bronchial tree become less elastic، يبقى التيشو بتاعت اللنج والبرونكاي بتبقى less elastic، ده بيؤدي الى ايه decrease alveolar surface area. كمان in addition to stiffness of the chest wall
في ايه ستيفنس، يبقى جامد كده وتصلب في الشستول. This changes diminish the efficiency of gas exchange of the oxygen and the carbon monoxide in the lung as well as grow older. يبقى هنا ده بيؤدي الى ان تبادل الجازز وجاز اكسشينج بيحصل فيه ان هو بيقل في الافشنسي وتغيير في الاكسجين والكربون مونوكسيد في اللنج. gastrointestinal changes تغيرات في الجهاز الهضمي هيحصل فيه ايه taste sensation become less acute، يبقى التذوق بيقل. diminished quantity of saliva كمية السلايفا اللي هو اللعاب بتقل. the gastric mucosa atrophies الميكوزا بتاعة المعدة برضو بيحصل ضمور فيها. reduction in gastric secretion السكريشن بتاعة المعدة برضو بيبقى فيها reduction. الاسوفيجس اللي هو البلعوم بيبقى فيه slightly dilated and esophageal empty is slower، يبقى فيه ايه علشان كده تلاقي المسنين يقولك عنده ارتجاع في المرية. reduce motility of the stomach الحركة بتاعت المعدة بتقل. atrophy of the small and large intestine بيبقى فيه ضمور في ال small and large intestine. كمان ال large intestine has reduction in mucus secretion and the elasticity of the rectal wall، عشان كده تلاقي المسنين عندهم constipation باستمرار نتيجة ان ال large intestine بتقل في افراز الميكوزا والإلاستيستي بتاعت الريكتال وول بتبقى ضعيفة. urinary changes جهاز البولي ده بيحصل في ايه ان الكيدني decrease in kidney masses volume and filtering surface area، يبقى حجم الكيدني بيقل ونظام فلترة السوائل بيقول لك ان السيرفس بتاعها بتقل. the blood vessels supply the kidney can become hardened، يعني البلد فيزل بتبقى ايه متصلبة شوية. so the kidney filter blood more slowly، فيبقى ايه الحركة بتاعت الفلتريشن للدم بتبقى ايه ضعيفة. بيقول لك ايه كمان ان في المان بالنسبة للرجل يبقى ال changes in the bladder reflexes and decrease muscle tone in the sphincter tone، يبقى فيه الفتحة التون بتاعت السفنكتر بتقل، فبالتالي هتلاقي المسنين سواء ميل او فيميل هيحصل ايه عندهم incontinence يعني تبول لا ارادي. كمان بالنسبة للفيميل هيحصل نفس الكلام. بالنسبة للميل هيحصل enlarged في البروستاتا، يبقى حجم البروستاتا بتزيد. reproductive system changes الجهاز ايه الانتاجي او الريبرودكتيف، هنقول في السيدات في الومن هيحصل ايه وفي الميل هيحصل ايه. في الومن ان الهرمون ليفل فول كوزنج مي تشينجز ان ذا ريبرودكتيف سيستم، يبقى نسبه الهرمونات هتقل. الفاجينال وول هيحصل فيه ايه بيكم ليس الاستيك وثينر اند ليس ريجيد سيكريشن بيكم سكانت اند ووتر، يعني السكريشن بتاعت الفاجينال وول بتبقى قليله سكانت اند ايه ووتر يعني زي الميه. ذا اكسترنال جينيتاليا تيشو ديكريز يعني يحصل فيها ايه اتروفي اوف ذا ايه ليبيا. ان ميل هيحصل ايه تيستيكولار تيشو ماس ديكريزز اند ذا ليفل اوف ميل سكس هرمون تستيرون، يبقى هيحصل ايه السكس هرمون هيحصل له ان هو بيقل. الاريكتايل فانكشن may be impaired. The tube that carry sperm may become less elastic. الأنبوبة اللي بيمشي فيها السبرم بتبقى less elastic. The testes continue to produce sperm. يبقى فيه إنتاج للسبرم. But the rate of sperm cell production slow. بس بمعدل إيه بطيء. يبقى ده بالنسبة للreproductive system. بالنسبة للومن ايه هي التشينجز اللي بتحصل فيه، وبالنسبة للميل هيحصل فيه ايه. ذا ماسكولوسكيليتال تشينجز الجهاز ايه العظمي بقى هيحصل فيه ايه. ان اوفر او ان اوفر اول يعني على بالاجمال بيقول لك ان يحصل ديكريز ان ماسل ماس سترينث اند ذا اند اجيليتي ابيليتي ليد تو التريشن ان جيت وايد
wide beds based shorter steps and posture flexed forward. يعني ايه؟ نشوف المسنين هيحصل ايه، المشية بتاعتهم يبقى فيها alternation يعني ايه خلل، هيبقى ممكن يوسع الخطوة وايد بيزد يبقى عريضة، بس ايه في نفس الوقت تبقى بشورتر ستيبس بخطوات ايه قصيرة، يوسع رجليه بس في نفس الوقت ايه خطوات قصيرة. اند بوستر ريفلكس فليكسد فورورد، تلاقي ايه حاني لقدام شوية. لوس اوف بون ماس، كمية العظم بتاعته بتبقى بتقل. put older person at risk of musculoskeletal injury، ممكن اي خبطة او اي اصابة يتأثر المسكولوسكيليتال بتاع الشخص المسن. these changes can impair mobility and the performance of daily activity of living، ده بيأثر على ايه؟ ان هو ايه الموبيليتي بتاعته، الحركة بتاعته بتبقى فيها ضعيفة، وكمان البرفورمانس اوف ديلي اكتيفيتي ليفينج اللي هي الانشطه اليوميه برضو بيحصل فيها خلل. immune system changes اللي هو ايه الجهاز المناعي، هنا بنقول لك ان الاميون سيستم ده ليه وظيفه، بس مع السن الكبير بيحصل فيه changes. الهيلثي اميون سيستم بروتكت ذا بودي، وظيفته الاصليه ان هو يحمي الجسم من البكتيريا والفيروس اند اذر هارمفول ايجنت. ازاي؟ ان هو بينتج لي حاجه اسمها ايه انتي بوديز. هيلثي اميون سيستم اولسو بريفنت ذا جروث اوف ابنورمال سيلز ويتش بيكام سيريس كانسرس. يبقى هنا ايه يبقى وظيفه الاميون سيستم ان هو بيحمي الجسم من البكتيريا والفيروس عن طريق ايه؟ ان هو بيكون لي انتي بودي تهاجم ايه الحاجات دهياتي. كمان الاميون سيستم ده بيقول لك المفروض ان هو من وظيفته ان هو بيمنع جروس ابنورمال سيلز، الخلايا اللي غير طبيعيه، والخلايا دي ممكن تبقى ايه كانسرس يعني سرطانيه. مع الايجنج ويز ايجنج ويز ادفانسد ايج ذا ability اوف ذا اميون سيستم to carry out this protective function is diminished. يبقى الوظيفة بتاعت الاميون سيستم في السن في المسنين بيحصل لها ايه diminished يعني بتقل. nervous system changes جهاز ايه العصبي. the brain and also shrink in size يعني بيقل في الحجم which does not significantly affect functioning except in the most extreme cases. بيقول لك ان هو بيقل الحجم بتاعه بس ده مش بيأثر على الفانكشن بتاعت المخ الا في الحالات المتدهورة خالص. these changes may also affect sleeping better. ممكن تأثر بيقول لك ايه على نظام ايه النوم بتاع الشخص ده. ازاي؟ by decreasing the length of total sleep time. يبقى مدة السليب بيقول لك ايه بينام ساعات مش كتيرة. and causing depression بيقول لك كمان ان هو بيسبب depression في اكتر من 25% في الناس المسنين. psychosocial changes العوامل النفسية الاجتماعية، ده بيحصل ايه طبعا نتيجة ان هو بقى كبير، حصل له ان هو اتفصل او بيجي على السن في سن المعاش، فهيحصل له ايه financial changes تغيرات في الدخل بتاعه، بدل ما كان بيقبض 5000 هيقبض 1100. changes in the role and relationship دوره وعلاقاته مع الأسرة ومع الآخرين برضو بتتغير. alternation in health and functional ability كمان برضو بيبقى فيه خلل في الوظيفة بتاعته. changes in one social network and relocation يعني ايه بيبقى اللي هي العلاقات الاجتماعية بتاعته بتتغير، بدل ما هو كان الاول بيروح مع في شغله مع الاصدقاء زمايله في الشغل، لا دلوقتي ممكن ايه بتلاقيه السوشيال نتورك اللي هي الاجتماعيات بتاعته هتتغير، بدل ما كانت في المكتب بيجي مثلا ايه على الكافيه او في الكلاب بيتعرف بناس تانيين، فكده ايه نتيجة الريلوكيشن ان هو غير وظيفته او غير شغله مكان كان في شغل بيجي فين على سن في المعاش. كمان مع الكبر بيحصل ايه losses ان هو فقد حد من الاسره، فقد مراته، فقد حد من اولاده، فده برضو بيحصل له ايه
loss of relationship through this، ممكن يحصل له ميبقاش في علاقات مع الآخرين، وممكن ساعات ممكن الشخص ده يتوفى وما فيش حد معاه. characteristic of healthy older adult، الشخص المسن اللي هو سليم صحيا ده ايه اللي بيتميز بايه؟ لازم هاندل ستريس، كان ايبل تو هاندل ستريس، يقدر يتكيف مع المواقف الصعبه والضغوطات والمشاكل الحياه العاديه. ايبل تو اكتف اند انفولفد ان لايف اند ليفنج، بيبقى ايه عضو مشارك ونشيط في حياته وفي معيشته. able to function، ليه وظيفة even when disabled، حتى لو هو مش صحيا مش قادر يعمل حاجة، بس على الأقل اللي بيعملها بقدر الإمكان. willingness among the older population varies considerable، يعني بيقول لك مدى الويلنس اللي هي الصحة يعني مع في الناس المسنين بتختلف من شخص لشخص نتيجة عوامل بيتعرض لها، زي ايه؟ الخبرة بتاعته طبعا دي بتفرق، life experiences، ال personality trials اللي هي التجارب والمحاولات، current physical health الصحة بتاعته الحالية دي برضو بتأثر عليه، current societal support اللي هي المشاركات الاجتماعية برضو دي كلها دي بتأثر على ال wellness of population of older population. common health problem affecting the elderly، في أكتر من health problem بيتعرض لها المسنين، ومن أشهرها اللي هم 10 حاجات اللي هي الارثرايتس، التهاب في المفاصل، هايبرتنشن، هيرينج امبيرمنت، هارت ديزيز، كاتاراك، ديفورميتي اور اورثوبيديك امبيرمنت، كرونيك ساينوسايتس اللي هي يعني يبقى عنده التهاب في الجيوب الانفيه مزمن، دايابيتس ميليتس، فيجوال امبيرمنت يعني خلل في الرؤيه، تينيتس اللي هو ايه صمم ميبقاش قادر يسمع كويس بودانه. community health services for the elderly، ايه هي الخدمات اللي بيقدمها المجتمع؟ في عندي اماكن بتقدم خدمات صحية للناس المسنين، زي ايه؟ اول حاجة النيرسينج هوم اللي هو ايه بيوت التمريض، ودي بيقول لك ان في منها اكتر من شكل. the first type is called the skilled nursing care home، ده اللي هو ايه يبقى في منزل بيبقى بيدي خدمات تمريضية مهارية. second type was be called the personal care with nursing home، يعني بيبقى فيه nursing، في اشخاص بيدوا nursing care ومعاهم ناس تانيين في البيوت دي. the last time of home the residential home اللي هو ايه تاني حاجة اللي هي الهوسبيتال، طبعا اللي هي المستشفيات بتدي كل السيرفيسز والناس الكبار في السن والمسنين، من اول الكير تريتمنت والدايجنوزز ولغايه الريهابليتيشن. سبيشال جيرياتريك كلينيك، في عياده متخصصه للناس المسنين، ودي بتدي ايه بروفايد امبورتنت دايجنوستيك سيرفيس تو ذا ايلدرلي، يبقى بتشخص الحالات اللي هم المسنين، وبيكون هدفها بروموت ذا هيلث كير سيرفيسز ان اول اتس اسبيكت، تحسن الخدمه الصحيه على جميع اشكالها، تو هيلب ذا ايلدرلي بيرسونين تو ريتيرن ذير اندبندنس، تحاول ان الشخص المسن ده ما يبقاش اندبندنس يعني ما يعتمدش على الاخرين، يعتمد على نفسه. بعد كده الدي كير سنتر اللي هو ايه مركز اليوم الواحد، الرعاية في اليوم الواحد ده ماله؟ ده بيخدم المسنين with a variety of disabilities or impairment، الناس اللي هم عندهم مشاكل اعاقات او حاجات فيها خلل يعني ما يقدرش يمشي ما يقدرش يساعد نفسه وكده، فده بيروح المكان ده. دول الهدف بتاعهم بيكون البروجرام بتاعهم بيدوا ايه بروفايد فيزيكال وسايكولوجيكال
وسايكوسوشيال اند ريهابليتيشن سيرفيس، بيديني خدمات من ناحية العلاجية والنفسية، اجتماعية، فيزيائية، واند ريهابليتيشن يعني تأهيلية، وكمان بيدوا ميديكيشن، وبيدي كمان هو بيقول لك ان هو is more or less like clubs، هو مش زي النادي، لكن هو بيقول لك ان هو provide meals اللي هي lunch، بيدي وجبة الغداء بس، and some kind of recreational activity اللي هي عوامل ايه لحاجات الأنشطة الترفيهية. في other services، في خدمات تانية برضو بيقدمها المجتمع عندي، زي السوشيال سيكيورتي سيرفيسز اللي هو المساعدين أمن يعني عشان يحموا الشخص، اللي هو كمان ليسر تايم اكتيفيتي ريكريشنال اللي هي حاجات يعني تدي ترفيه، في خدمات ترفيهية، برامج تعليمية، ترانسبورتيشن سيرفيسز برضو النقل والمواصلات بتكون خاصة للمسنين، هتلاقي ايه في اماكن، في مثلا في المترو او في القطر المفروض ان في كراسي مخصصة للناس اللي هم المسنين. كمان في كوميونيكيشن سيرفيسز، بيبقى في تليفونات وامرجنسي سيرفيسز، في فيجوال سيرفيسز خدمات لحاجات للعينين، وخدمات اوت بيشنت كلينيك ودنتال كلينيك بتاعت الاسنان، عيادات خارجيه، دايتري جايدنس اند فود سيرفيسز برضو الارشاد اللي هو الخدمات الغذائيه، مطاعم بيقدموا برضو خدمه للمسنين، ميديكال سبلايز اور اكويبمنت لو في حد عايز علاج او ادوات علاجيه، بارت تايم امبلويمنت يعني ممكن يدوا يشغلوه وبرضه ممكن يشتغل، سبيريتوال مينستريز حاجات اللي هي الروحانية، يعني في عندنا كنائس، في عندنا جوامع عشان يعلوا الروحانية بتاعة المسنين، كمان في فاينانشال ايد، في مساعدات مالية، وفي خدمات كونسلينج اند سوشيال اسيستنت سيرفيسز لخدمات اللي هي الاجتماعية، ممكن يدوا معاش، يدوا معونات زيادة، هوم مينتيننس اسيستنس في حد يخدمه في البيت ويساعده في البيت، كمان في خدمات تانية اكسرسايز اند فيتنس بروجرام، برامج للرياضة. بعد كده هنتكلم على رول اوف جيرونتولوجيكال نيرس اللي هو دور ممرضة المسن. كير جيفر، اول حاجة كير جيفر تبقى ايه، بتدي الشخص ايه عناية، عناية، في مثلا تشتغل في بتدي له كير في الجرياتريك هوم، في الهوسبيتال، كمان بيكون هدفها طبعا ان هي تعمل بروموشن، كمان بتعمل بريفنت للديزيز اند ريهابليتيشن، يكون هدفها ان هي تدي كل مريض عنده ضغط مثلا بتقيس له الضغط، مثلا بتدي له ميديكيشن، في حاجه جرح، في كسر، بتعمل له كير. طيب تاني حاجه في الاديوكيتور اللي هي ايه تثقيفيه او بتعلمه، بتعلم الشخص المسن ده ان هو يعرف ازاي يعمل ايه هي الهيلث، وازاي يعمل هيلث بروموشن يعني يحافظ على صحته ويرتقي بصحته، يبقى عن طريق ان هي بتدي له هيلث اديوكيشن من خلال الهيلث كلاسز ان جيرياتريك هوم، بتعمل فصول صحيه في دور المسنين في الهوسبيتال اند ايه اند انفورمال ات هوم، واي بيت بيكون انفورمال يعني مش لازم يكون حكومة، ممكن يكون أي بيت تطوعي. المانجر رول أو اللي هو الأدمنستريتيف رول، دورها الإداري طبعا إن هي بتعمل بلانينج وأورجنايزنج وكوردينيتنج للستاف ممبر اللي شغال معاها، تعمل سوبرفايزنج بتشرف عليهم، وتعمل موتيفيشن ليهم، وكنترول للسيرفيسز اللي بيقدمها للمسنين. ذا ليدر رول
كمان هنا برضو ذا ليدر رول هنا بتساعد المسن ان هو برضو يحافظ على الهيلث بروموشن عن طريق بتدي جايدنس ان ديسيجن ميكينج، بتساعده وبتدي بتدله ازاي يعمل ديسيجن ميكينج. كمان بتعمل دايركت بريفنتيف بروجرام، بتعمل برامج وقائية اللي هي بتأثر على الهيلث والهيلث بوليسي اند افكتنج تشينجز. كولابوريتور رول، كولابوريتور معناها بتنسق، هل المسن ده بتنسق له مع الايه الهيلث تيم الاخرين، مثلا هو عايز مثلا ايه عنده فيزيكال ديسابيلتي، فهي بتشوف الشخص اللي هيعمل له ريهابليتيشن وتتنسق معاه، مثلا هو بياخد اكل مثلا عنده سكر، فبتنسق مع دكتور التغذية وتشوف هو هياكل ايه ويشرب ايه، يبقى هنا بتعمل ايه كولابوريشن. كمان بتعمل كوردينيتور، بتعمل برضو كوردينيشن بتوين ديفرنت سيرفيسز ان ذا هوسبيتال اور جيرياتريك هوم، بتعمل تنسيق وتوفيق بين السيرفيسز اللي بتتقدم للمسن في الجيرياتريك هوم او في الهوسبيتال. كان ليها دور نمرة 7 اللي هو الادفوكيتور، اللي هي ايه بتعمل ادفوكاسي، يعني بتساعد البيرسون تو جين جريتر اندبندنس and direct health care system to the needs of the elderly by influencing changes. وهي بتحافظ بتدافع عن حقوق المرضى بتوعها اللي هم المسنين. ريسيرشر، ريسيرشر اللي هي طبعا ان هي بتعمل ابحاث دور بحثي، بتشوف ايه هي المشاكل اللي بيتعرض ليها المسنين، بتعرف مين هو ايه هي الريسك فاكتور، ايه هي اسباب المشاكل دي وازاي تحاول ان هي تحلها، فبتعمل ابحاث عليها وتشوف تعمل انترفينشن كويس علشان ايه تحل المشاكل دي. ايفالويتور ان هي بتقيم في الاخر دور شغلها اللي عملته النيرسينج كير اللي ادته للعيان وتعمل له ايه فولو اب، تشوف هو حصل له هل في تقدم في الحاله بتاعته، في تاخير، في قصور، في حاجه، في زياده في حاجه كانش ليها لازمه، فهي باستمرار بتعمل ايه ايفالويشن. Thank you.